مشاهدينا، تعد السمنة واحدة من الحالات الطبية الأكثر شيوعا اليوم، وقد تكون أكثرها صعوبة من ناحية العلاج والمضاعفات المرضية، إلا أن ما يثير القلق هو تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا على الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة. عن هذا الموضوع يحدثنا دكتور أسامة حامد، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة السمنة والمنظار، مباشرة من عمان. دكتور، صباح النور. صباح الخير. يعني بالبداية دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه، إن كانت السمنة تعد مرضا أم لا؟ متى يعني نفرق بين أنها هي وزن زائد أو سمنة مرضية؟ شكرا جزيلا لاهتمامكم في هذا الموضوع. طبعا السمنة خلال خلينا نحكي 20 سنة الماضية تم تصنيفها على أنها مرض من منظمة الصحة العالمية ومن عدة منظمات أخرى تهتم بهذا الشأن. تعريف السمنة كمرض هو عبارة عن تراكم الدهون بشكل يؤثر سلبي على الصحة. بإمكاننا نحاول نقسم السمنة حسب سماه مؤشر كتلة الجسم، اللي هو وزن الجسم على الطول بالمتر على الطول بالمتر مربع المتر. فمبدئيا مؤشر كتلة الجسم بين 25 ل 30 هي عبارة عن وزن زائد، أكثر من 30 تعتبر سمنة مرض. سمنة طبعا الدرجة الأولى، أكثر من 35 سمنة من الدرجة الثانية، وأكثر من 40 سمنة مرضية مفرطة. نعم. طيب يعني الآن وأنت تعرف بأنه نعيش جميعنا في حجر منزلي بسبب جائحة كورونا، ربما ذلك أثر بشكل كبير على نمط حياتنا، ومنها عدم الانتباه لطعامنا وكميات الطعام التي نتناولها. كيف ارتبطت الجائحة بارتفاع معدلات السمنة؟ طبعا كان هناك ارتباط وثيق، وبجوز كنا لاحظنا على احنا على حياتنا الطبيعيه، سواء عندنا في البيت او عائلاتنا، انه عدم قدرتنا على الخروج لممارسه التمارين الرياضيه، تسكير اللي هي النوادي الرياضيه والجمات، كلها اثر بشكل سلبي على وزننا وعلى خلينا نحكي حياتنا اليوميه، وهذا اثر بانه زاد من نسبه معدلات الاصابه بمرض السمنه. هون شيء كثير مهم برضو اركز عليه، انه احنا ما بنحكي هذا المريض سمين، بنحكي هذا المريض يعاني من مرض السمنه او مرض البدانه. هذا كثير شيء مهم بالتعامل مع هذول المرضى ومع هذول مع هذا الموضوع، حبيت اركز على الموضوع. نعم. طيب يعني تاثيرات الاصابه بفيروس كورونا على الشخص المصاب بالسمنه مقابل شخص اخر لا يشكو من زياده في الوزن، هل هناك اختلافات بالاعراض بالمرض بحد ذاته، بالفيروس بحد ذاته على الاجسام؟ سؤال كثير ممتاز، وسؤال كثير انا برايي يعني اصحاب القرار في وطننا او في العالم كله ما انتبهوا له لهذا للجواب تبعه. كل الدراسات اللي خرجت خلينا نحكي على مدى العامين الماضيين على مئات الالاف من الاشخاص، تبين انه السمنه تعتبر من اهم العوامل. عدي معي. واحد، نعم. أول شيء ارتفاع نسبة الإصابة، يعني إذا كان المريض عنده سمنة نسبة إصابته بالفيروس أكثر من المريض اللي ما عنده سمنة، هي واحد. اثنين، الناس اللي عندهم مرض السمنة أكثر عرضة لأنه يصير عندهم أعراض من المرض. ثلاثة، الأعراض عادة تكون أكثر بكثير من الناس اللي ما عندهم سمنة، يعني أنه هم معرضين يكون عندهم مرض أشد من الناس الثانيين. أربعة، دخولهم للعناية الحثيثة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي أكثر بكثير من الناس اللي ما عنده سمنة. خمسة، نسبة الوفاة، وهذا الحكي يعني تم إثباته على مدى آلاف الحالات، نسبة الوفاة أكثر ما تكون عند الناس اللي بيعانوا من مرض السمنة، وهذا الحكي أكثر شيء واضح عند الناس اللي بيعانوا من مرض السمنة اللي هم صغار في العمر، أقل من 60 سنة، وجدوا إنه أي يعني هذول نسبة الوفاة من هذا المرض أكثر بكثير من الناس اللي ما عندهم سمنة. نعم. بضيف عليه نسبة إنه الإنسان اللي انصاب بالمرض وإنه نسبة إعادة الإصابة عند مريض السمنة أكثر بكثير من الإنسان اللي ما عنده سمنة. نعم. فهذا الحكي يعني كان واضح جدا إنه ولكن لماذا يعني دكتور أسامة، لماذا يعني هل السمنة تسبب نقص في مناعة الأجسام؟ يعني كل ما تحدثت عنه هو ربما يعني أول ما يخطر ببال أي شخص يسمع هذا الكلام بأنه كأنه الشخص الذي يعاني من سمنة أو مرض السمنة كأن مناعة جسمه قليلة أو منخفضة. صحيح صحيح، كلامك يعني خلينا نحكي 100% صحيح. مرض السمنة مرض كثير معقد، وأحد خلينا نحكي
اللي هي الباثويز او خلينا نحكي التفسيرات لهذا المرض، انه عباره عن مرض مناعي. مناعه الانسان دائما المريض اللي عنده سمنه اقل بكثير من المريض اللي ما عنده سمنه. هذا الحكي مثبت علميا وما في عليه اي شك نهائيا. نعم، طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن الأشخاص السمينين اليوم، هذه الفقرة مخصصة لهم، هل علاج السمنة قد يشكل نوع من الحماية من الفيروس؟ هل يشكل ذلك ربما مناعة إضافية لهم قبل إصابتهم بفيروس كورونا؟ جميل جدا، برضو سؤال كتير ممتاز. طبعا احنا ما في عنا يعني لم يكن هناك دراسات واضحة انه خلال الجائحة علاج مرض السمنة أدى إلى خلينا نحكي تقليل من نسبة الإصابات بهذا المرض، ولكن في عنا دراسات قارنت بين الناس اللي كانوا سمينين أو كان عندهم مرض السمنة وتم إجراء لهم عمليات جراحية لعلاج مرض السمنة، وقارنوهم بنفس الناس اللي هم ظلوا عندهم هذا المرض ما تعالجوا، وجدوا إنه الناس اللي خضعوا لجراحات السمنة في الماضي وتعالجوا من مرض السمنة نسبة إصابتهم بهذا الفيروس ونسبة المضاعفات من هذا الفيروس أقل بكثير من الناس اللي استمروا عندهم هذا المرض. فمبدئيا نعم، علاج مرض السمنة طبعا علاج تبعه معقد وعنده يتم على عدة مراحل، ولكن العلاج الجراحي خلينا نحكي ضمن الدراسات الموجودة أثبتت أنه ممكن تحمي المريض من فيروس كورونا ومن مضاعفات فيروس كورونا. طيب يعني أيضا بما أنه نتحدث إلى الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السمنة، هل لك أن تضعنا في أبرز علاجات السمنة الطبيعية منها وغير الطبيعية أيضا؟ طبعا كمرض يجب علاجه، يعني نعم. الموضوع ما ليس خيار شخصي، إن المريض مش إنه عنده هذا الوزن الزائد أو هذا الكمية الكيلوغرامات الزائدة، هذا قرار شخصي عنده وهو لحاله ما بده يتعالج، فهذا مرض يجب علاجه. نعم، يعني عندما تقصد، ولكن حسب يعني لحظة، يعني ولكن حتى تكون الأمور واضحة أيضا، عندما تقصد بمرض يعني لا يعني لسنا مجبرين بأنه نفكر فقط بنطاق واحد بأنه ذلك ناتج عن الشراهة في الطعام، ربما يكون مرض في الهرمونات أو مرض له علاقة بأي يعني بعضو آخر بالجسم. لا، يعني هو المرض كتير معقد تفسيره. نعم، خلينا نحكي الموضوع يعني على مستوى هرمونات، على مستوى مناعة، على مستوى خلينا نحكي الفسيولوجية أو تبعت الجسم الإنسان بشكل عام. فالمرض يجب أنه يتعالج. طبعا العلاج حسب شدة المرض. فمثلا الإنسان اللي عنده خلينا نحكي سمنة من الدرجة الأولى اللي هي مؤشر كتل الجسم عنده أكثر من 30 أقل من 35، في هذه الحالة هناك عدة تداخلات ممكن يقوم فيها، من تداخلات دوائية، تداخلات على مستوى نمط الحياة، تداخلات على مستوى ممكن يعني خلينا نحكي بعض التداخلات اللي بسيطة جدا ممكن تساعد هذا المريض. ولكن لما يكون المرض شديد جدا بده إشي بسموها يعني يناسب شدة المرض. فأي أي إنسان مؤشر كتل الجسم عنده أكثر من 35 طبعا هون بيجي التداخل الجراحي، يعتبر الأنجع والأسلم والأفضل لهذا المرضى على المدى القريب والمدى البعيد. نعم، والتداخل الجراحي دائما ما يستبعده الأطباء يعني بشكل عام، يعني لا يذهبون له بشكل أساسي. يعني خليني أحكي مع أكون معك صريح، يعني ما في أي علاج يعني يمكن وصفه يعني كعلاج فعال لعلاج مرض السمنة مثل التداخل الجراحي. هو أكثر علاج فعال على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وتم مقارنته بعدة علاجات أخرى سواء علاجات دوائية علاجات تنظيرية، وجدوا أن العلاج الجراحي دائما هو أكثر العلاجات فعالية لعلاج هذا المرض على المدى القريب والمدى البعيد. مش فقط علاج مرض السمنة، برضو علاج مرض السمنة وكل الأمراض المصاحبة له مثل السكري، مثل الضغط، مثل اختناق عند النوم، حتى العلاج الجراحي لمرض السمنة ممكن يؤدي إلى الحماية من بعض الأورام المصاحبة لمرض السمنة. طيب، وأيضا إذا ما تحدثنا عن العلاج الجراحي أو العلاجات الطبيعية التي تحدثت عنها، كيف تؤثر على الشخص بحال تعرضه للإصابة بكوفيد-19؟ زي ما حكينا عندنا دراسات يعني كانت واضحة جدا، أي إنسان خضع لعلاج جراحي سابق لمرض السمنة كانت نسبة إصابته بهذا الفيروس أقل، وكانت نسبة المضاعفات من هذا الفيروس أقل. فعلاج
مرض السمنة أدى إلى الحماية أو خلينا نحكي تقليل من خطورة هذا الفيروس عند الأشخاص اللي تم إجراء لهم عمليات جراحية في السابق. طيب دكتور، هل أصبح لدينا جواب واضح إذا كانت اللقاحات بتأثر بشكل أقل على مرضى السمنة؟ يعني أي في مستوى الحماية من مضاعفات الفيروس نقصد، هل سيحتاج الأشخاص المصابون بالسمنة المرضية لجرعات إضافية من اللقاح المضاد للفيروس؟ سؤال جميل جدا وأشكرك عليه. أول شيء يعني كل الدراسات اللي حكينا عنها انه مريض اللي يعاني من مرض السمنه انه هو عنده نسبه خطوره اكثر من الفيروس ونسبه خلينا نحكي مضاعفات وفاه اكثر من الفيروس، كان يجب على اصحاب القرار اعطاء اولويه واضحه للمرضى الذين يعانون من مرض السمنه في الحصول على اللقاحات. يعني انا لحد علمي الدوله الوحيده اللي اعطت اولويه، كل دول العالم اعطت اولويه للناس الكبار، ولكن الدوله الوحيده اللي برضه ضافت مرضى السمنه ك أولوية لإعطاء اللقاحات هي كندا. فمبدئيا نداء لأصحاب القرار اللي بيشاهدونا اليوم إنه حتى مريض السمنة أي إنسان عنده مؤشر كتل جسم أكثر من 40 يجب إنه يعطوه أولوية للحماية من هذا الفيروس. نعم. بالنسبة لسؤالك عن تأثير اللقاح على مرض السمنة، هل هو يعني عندهم تأثير أقل؟ هناك دراسة طلعت جديد ما طلعش تقريبا أسبوعين طالعة من إيطاليا على عينة صغيرة تقريبا 250 شخص من اللي بيشتغلوا في القطاع الصحي، وجدوا انه قدرتهم على انتاج اللقاحات هذول المرضى اللي عندهم سمنه قدرتهم اقل من الانسان العادي اللي ما عنده سمنه. فمبدئيا هون بلش الحكي زي ما انت حكيتي انه هذول الناس ممكن يحتاجوا ل بسموها بوستر دوز او جرعه اضافيه لتحقيق الحمايه من هذا الفيروس، ولكن مبدئيا الدراسه هي عباره عن دراسه صغيره وكانت عباره عن يعني فتحت العينين على هذا السؤال انه هذا المريض ممكن يجب انهم يكونوا معامله خاصه لا بخصوص اللقاحات، ممكن يحتاجوا جرعات زيادة لأنه زي ما حكينا مناعتهم أقل من الإنسان العادي. نعم. إذن دكتور أسامة حامد استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة السمنة والمنظار، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دعونا نذهب إلى فاصل ونعود مع فقرة تكنولوجيا يليها فنون، ابقوا معنا.